ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نشوف هنشوي اللحمه على الفحم ازاي، ايه هي قطعيه اللحمه اللي احنا هنستخدمها، وكمان هنتبلها ازاي. خليكم معايا علشان تشوفوا احنا عملنا الطبق الحلو ده ازاي. النهارده مع بعض هنقطع حتة لحمة كده علشان نشويها على الفحم. تعال نشوف هي ايه. دي الفليتو، دي بتبقى اطرى وانعم قطعة لحم في العجل، وهي دي اللحمة اللي هنشويها. هبتدي ان انا اقطعها يعني بسمك صباعين كده، مش كبيرة قوي، ونقطعها مع بعض اهو. بصوا كده اهي، وهبتدي اخد القطع دي هقطعها على 6 قطع بالنص كده، وكل نص هقطعه على 3 اهو. ناخد النص التاني، ادي 3 قطع التانيين اهو، هقطعها بقى زي ما قلت لكم كده 2 سنتي كل عرق الفليتو دون، او الصباع بتاع الفليتو، او عرق الفليتو اللي معانا هقطعه واوريه لكم. بعد ما قطعنا صباع الفلي او الفليتو، وده طبعا ملوش علاقه بعرق التربيانكو او بالموزه، عرق الفلي او الفليتو هو ده اللي هنشويه على الفحم في السيخ. قطعناه زي ما قلت لكم سمك يعني صباعين، والشريحة اللي طلعت قطعناها على 6 قطع. هبتدي اركن بقى اللحمة بتاعتي على جنب، وعايز اقول لكم هتبقى دايبة جدا جدا جدا، وهتطلع حتة لحمة تحفة لما تتشوي. تعال نشوف بقى التتبيلة اللي هنتبل بيها اللحمة بتاعتنا. معايا هنا دي مية بصل، دول بصلتين انا فرمتهم وصفيتهم، اخدت المية بتاعتهم بس. كمان هحط معايا عصير طماطمتين او طماطمتين مبشورين اهو، هحط معايا ملح معلقة صغيرة، هحط معايا كمان معلقتين كبار من الزيت، هبتدي احط كمان معايا معلقة كبيرة من الصويا صوص اهو، ده النوع اللي انا استخدمته. هبتدي احط معلقة بابريكا، هبتدي احط فلفل اسود معلقة صغيرة، هبتدي اخلط التتبيلة دي معايا كويس جدا جدا. خلطنا التوابل مع بعض مع مية البصل والطماطم والصويا صوص. هبتدي ان انا كمان اجيب بقى قطع اللحم بتاعت الفلي او الفليتو، وابتدي ان انا احطها في التتبيلة دي، وهسيبها في التتبيلة دي ليلة كاملة. تقدروا كمان تسيبوها يوم يومين، كل ما هتقعد في التتبيلة هتشرب منها وتبقى طعمها حلو جدا. خدوا بالكم احنا ما حطناش في التتبيله ولا ليمون ولا خل. فكده انا هقلب اللحمه بتاعتي في التتبيله، وهغطيها بالبلاستيك راب او البلاستيك الغذائي، وهسيبها في التلاجة اقل حاجه ليله كامله. وطبعا تقدروا تسيبوها يوم او يومين كمان. هحطها بقى في التلاجة ونشوف لما هنيجي نشويها هنعمل ايه. دي اللحمه بتاعتنا بعد ما تبلتها، انا سبتها يومين بصراحه في الثلاجه، وكمان شلت منها لان مش كل الكميه انا هعملها مره واحده. فانا تبلتها وسبتها زي ما انتم حابين بقى، بس اقل حاجه تكون 3 4 ساعات، والكميات طبعا زي ما انتم حابين. هبتدي بقى ان انا اجيب اللحمه واجيب السيخ بتاع الشواية معايا اهو، وهدخل فيه اللحمة
يعني نحط 3 أو 4 وحدات كده في السيخ بتاعنا. اللحمة زي ما قلنا دي الفليه او عرق الفليتو، قطعناه دوائر وكل دايرة او كل شريحة قطعناها لست. نحط كده اهو، بس واركنه على جنب في طبق، واعمل باقي الكمية اللي معايا احط في كل سيخ 3 أو 4 قطع من اللحمة، ونشوف هنعمل ايه على الشواية. نبتدي بقى نولع كام قطعة فحم كده الأول على البوتاجاز قبل ما نحطهم على باقي الفحم. بعد كده خدنا قطع الفحم اللي احنا كنا مولعينها وحطيناها على باقي الفحم، ومعانا كرتونة زي كده هنبتدي نهوي جامد عليها لغاية ما باقي الفحم كله يولع. شايفين اهو الفحم القطعتين اللي احنا مولعينهم ابتدى يولع في ازاي عشان احنا كمان بنهوي النار عليه. واهو انا حطيت السياخ بتاع اللحمة عشان نشويها. نبتدي بقى نهوي كده النار علشان اللحمة معانا تستوي تاخد لون من جنب، ونبتدي نقلبها على الجنب التاني. زي ما انتم شايفين اهي اللحمة ابتدت تاخد معايا لون، ونبتدي نقلبها من فترة للتانية. اللحمة معانا ابتدت تاخد لون تحفة بجد، وريحة مش عايزة اقول لكم عاملة ازاي. اللحمة بتاعتنا اهي بعد ما استوت تقريبا خدت على كل جنب ربع ساعة او تلت ساعة بكتير، وهتلقوا اللحمة معاكم دايبة دوب. لحمة الفليتو ما بتاخدش وقت، وهي اصلا نوعية اللحمة بتبقى ناعمة جدا وما بتاخدش وقت في السوا. دلوقتي كده بقى انا هطلعهم ونقدمها. وادي اللحمة بتاعتنا اهي بعد ما شويناها وقدمنا معاها اي صوص تحبوه، تقدروا تقدموا معاها طحينة، تقدروا تقدموا معاها يعني كاتشب، احنا عملناه برضو الطحينة والكاتشب قبل كده مع بعض. وادي الرز الاصفر البسمتي كنا عملناه برضو مع بعض. وادي اللحمة اهي، تعالوا بقى ناخد حتة كده ونشوف هي مستوية ازاي. حتة اللحمة مستوية، بصوا بصوا من جوه، مش مدممة ولا حاجة، حاجة كده وهمية. والطعم والريحة مش عايزة اقول لكم بجد خطيرة. اتمنى تجربوا الفيديو ويكون فيديو سهل وبسيط ويعجبكم. مستنية لايك وشير وسبسكرايب، مستنوني فيديو جديد. باي باي.